9 وفيات وجروح بالجملة بسبب حادثة سير بإقليم أزيلال. أشارت مصادر عدة إلى وقوع حادث مرور اليوم الأحد بالطريق المؤدي إلى مركز أيت بوغماز بقمم جبال إقليم أزيلال، أودى بحياة العديد من الأشخاص من بينهم أطفال وعناصر من أسرة التعليم. وحسب عدة مصادر 9 أشخاص أزهقت أرواحهم وأصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب إحدى مركبات النقل العمومي التي تربط بين مركز أيت بولي وأيت بوغماز، من بينهم أطفال ورجال ونساء تعليم عائدون من العطلة البينية لاستئناف دراستهم. ورغم المجهودات المبذولة على مستوى بناء الطرق بإقليم أزيلال، إلا أن الحوادث من هكذا نوع لا تزال تحصد مزيد من الأرواح بين الحين والآخر، مما يؤكد أن هكذا حوادث بقمم جبال أزيلال يعود بالأساس إلى وعرة تضاريس المنطقة، إضافة إلى الحالة الميكانيكية للمركبات التي تقوم بنقل أو النقل المزدوج بهذه المنطقة. فإن لله وإنا إليه راجعون، والشفاء العاجل للجرحى، ونتمنى لعائلتهم الصبر والسلوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.